متواصلين أيها الأخوة الكرام مشاهدين الأعزاء مع انطلاقة الشوط 11 الخاص بفئة البكار، وانطلاقة موفقة وسليمة، والمقدمة مباشرة مع الفائزة لناصر بن راشد المري. تحتل الفائزة مقدمة الشوط شعار بن شابل إن لم تخن الذاكرة من تحتل المركز الأول والنقلة والدور دور المركز الثاني مع همس عبد الله بن راشد بن مانع ونقلة إلى ثالث المراكز يا أبو الحسن، النقلة إلى ثالث المراكز الذيبة للسعيد بن علي بن حفار، وتليها في رابع المراكز الدوحة لهادي بن سالم بن لفجح المري، ونقلة إلى خامس المراكز، النقلة إلى سلام لحمد بن ضابط بن محمد الدوسري. هذه الخمس المتقدمة الأولى، والعودة إلى الفائزة التي هي فائزة حتى هذه اللحظات، ما زالت الفائزة فائزة بالدراجة وبالناموس في هذا اليوم المشهود وفي هذا اليوم الحساس الذي أعد له المضمرين العدة وأيضا استعدوا له خير استعداد. ما تزال الفائزة أيها الأخوة الكرام، ما تزال الفائزة تفوز وتحلق بناموس الشوط مع ناصر بن راشد بن شابل المري. روح يا أبو راشد، يا سلام يا سلام، ولا خطورة، ما في خطورة، ولكن جماهير الفائزة جماهير الفائزة يطالبونك بعرض من عروضها المعتادة، ولكن يا رسيل القادم والجارف، أرى السيل القادم يا سلوم، بانت الخطورة يا بن شابل الفائزة، ما زالت في المركز الأول ناصر بن راشد بن شابل، ولكن وصلت النويعس لمحمد بن علي بن جرحب في ثاني المراكز. النويعس يريد الدراجة في هذا اليوم، يا سلام، مع محمد بن علي بن جرحب. وثالث المراكز وصلت متعبة لعلي بن حمد بن عريج المري، ولكن الفائزة يا سلام يا الفائزة، يا سلام يا بن شابل، مشكور يا بن شابل، يمضم من الفائزة، واصل يا بن شابل واصل، وصلت النويعس، الخطورة بانت، الخطورة بانت، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي بن شابل في هذا الشوط. وصلت النويعس من أقوى المرشحات، وأيضا كفتها مليئة بالترجيحات ولها إنجازات، ولكن الفائزة اللحظات الأخيرة، الفائزة 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 تفوز بالدراجة، الفائزة تفوز بالدراجة، وما زالت حظوظ النويعس قائمة، ولكن خلاص خلاص يحسم الموقف، يحسم الموقف لصالح بن شابل. تهانينا تهانينا، والناموس ناصر بن راشد بن شابل المركز الثاني، لما قصرت النويعس لمحمد بن علي بن جرحب المركز الثالث، متعبة لعلي بن حمد بن عريج المركز الرابع، ثورة لسالم بن ناصر بن دلهم المركز الخامس، خامس المراكز، الشرود لحمد بن سهيل بن حفار. تهانينا والناموس لكل الفائزين، فازت الفائزة بدراجة هذا الشوط وبانتزاع ناموس الشوط. تهانينا لناصر بن راشد بن شابل على هذا الفوز المستحق. التوقيت الزمني 3 دقائق 6 ثواني و60 جزء من الثانية.